سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم عن خدم هاد الكيمونو هذا، وغنشاركو معكم بإذن الله. أول حاجة، هاد الكيمونو هذا هو ستيل كيف ما كنعرفو، بغيت ندخل التقليدي على العصري، وبغيت نعمل تنبات، ولكن ما يجيش فيه مشارجي، خصنا نحافظو على شوية ديال العصري. باش نبت، اول حاجه خصني نعمل الورقه من التحت من هذا الكيمونو هذا، باش ما تطبعليش جهه اخرى على اللصاق في الاول، وديك الساعه هذاك تيبس على خاطرو، وديك الساعه هذاك غنخيط. عندي هاد ثلاثه ديال البروشات، ها هما غنحاول نوزعهم. عندي ثلاثه، وعندي هاد لاستخاس هذا اللي نتوما كتشوفوه لاستخاس في الكحل، وعندي هاد الحجر هادو في الكحل. نشوف شحال عندي باش نعمل حسابي. وعندي في الاحمر، غنشبر القلم ديال العينين في البياض، ونحاول نعمل هاد الدوائر هادو. غنخرجها ما بين كل بروشه وبروشه، انا مال بحال هكذا. هاد السيل هذا ساهل، ما كيحتاج لا رشمه لا حتى شي حاجه، فقط كتعمل اللي بغيتي نتينا. شنو هو؟ الا خفتي تعمل بحالي وما تعجبكش الحاجه، حاول تعملها في ورقه، وحتى تقتنع ديك الساعه داك تطبقها على الحاجه اللي انت بغيتي تعملها. ساليت دابا، عندوز اللصاق على ديك الدوائر اللي كنعملو. راه بطبيعة الحال انا مسنسة نخدم باللصاق، ني ما مسنساش تخدم باللصاق فتبتعد عليه وتخيط نيشان. انا كنعمل لصاق وكنتسنى واحد شويه، ديك الساعه عاد كنخيط. خصني ندوز لستخاص فوق اللصاق. اللصاق ما كنعملش بزاف، كنعمل هنا نقطه غير باش يشبع لي ديك لستخاص هذاك وصافي. كاين بزاف ديال الاخوات كيسقسوني واش ملي كتعمل هكذا كتغرز بالمرمه، كنقول لهم لا، انا ما كنخدمش ديك الصعب بالمرمه، كنخدم عادي. ها انتم كتشوفوا، غنعمل نفس الطريقه في هاد النصف دوائر كاملين بهذه الطريقه. هادي جميع الدوائر انا عمل نفس الطريقه. كنتمنى الطريقه تكون معوطه ومشروحه مزيان، فانا كنحاول بما امكن نشرح لكم مزيان. ها انا دورت على جميع الدوائر بنفس الطريقه، وهانتوما كتشوفوا بعد ما علصق انا هاد الاستخاص هذا كامل، غنحاول نوزع هذيك الحجرات هادو. عندي فقط الكحل او الاسود والاحمر، ما مدخلش شي كولور اخر. هاد البروش هذا نسيت ما لصقتوش، دابا غنلصقو حتى هو يتفيكسا، ديك الساعه عاد كنخيط ونشبر هاد الحجرات. ها هما كيف ما شفتوا، عامله الاسود والاحمر يعني بوحديتهم، ما مدخلاش كولوريس اخرين. كنتمنى الطريقه تكون مبسطه، لان كنحاول بما امكن يعني نشرح لكم. هذه الطريقه هذه يمكن تعملها في قطانت، يمكن تعملها في جلابه، يمكن تعملها في فراشه، كيبقى الاختيار ديالك فين يمكن تطبقها. وحتى الاشكال يمكن تدخل عليها المهرس، يمكن تدخل عليها الموزون، كيبقى على حسب الذوق ديالك. فانا استعملت هاد الحاجات هادو، يمكن انتينا تدخل شي حاجات اللي انا ما شفتهاش، او يمكن انا ما بغيتش نشارجه بزاف، لان كيف ما قلت لكم في الاول خصني نحافظ على ديك الطابع ديال العصري، ما بغيتش ندخل المهرس او الموزونه، خصني يجيني كيمونو. هاد الكيمونو هذا يجي عصري واحد شويه. فين غتعمل هاد البنيته هادي؟ هاد الكيمونو هذا غتعملو في الصباح ديال الختة، المهم عقب الاخوات ان شاء الله. كنتمنى الدرس يكون مفهوم، كنتمنى ان شاء الله يكون الدرس سهل. اي حاجه ما فهمتوهاش فبطبيعه الحال انا رهن الاشاره ديالكم. كنتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو هذا، مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.